احتفالات بداية السنة الأمازيغية عادة لا يمكن تجاوزها عند عديد العائلات من مختلف مناطق الوطن، بل ويتم الاستعداد لها قبل ذلك. وتيبازا من بين هذه المدن التي تعطي اهتماما خاصا لهذه المناسبة، وتحافظ في الوقت نفسه على عاداتها وتقاليدها الموروثة أبا عن جد. مالينا يعني مالينا كانوا يحتفلوه لوغ فاصون، يعني من بكري كاين ناير باسكو يعرفوا باللي راس العام فيها، باسكو علاش راس العام فيها، علاش يحتفلوا يديروها لاغمانيير، خاطر بالسيف، خاطر علاش الارض يقلبوها يبدلوا ديور يبدلوا كلش، مي لوغ فاصون بلا ما يديروا اون بيب كيما راهم داروها اليوم. واليوم بيان سور كيما ولات فات ناسيونال ولا الناس تهدر ولا داروا ريغوشاش عليها وكامل، دوك الحمد لله كمام ولاو الناس يسمعوا به. في تيبازا التحضيرات لاحتفالات يناير تبدأ قبل أشهر عديدة بشراء كل ما يلزم المناسبة من أطباق وقدور جديدة مصنوعة من الطين والفخار والملاعق الخشبية لتزين بها مائدة من سيوسوغواس، والمكونة عادة من عدة أطباق تقليدية تجتمع حولها العائلة الشنوية. يناير سان بو سبيسيال، واحد يوجدلو بزاف، يعني يبدا يعني من قبل واحد الخمسة شهور هكذاك يبدا يخبي في الـ في الـ في لي فيكساج، يعني باسكو زمان كان ما كانش فريجيدير وكامل، بصح عندهم اون فاصون كيفاش يخبوا الصوالح، هذوك الصوالح كي يخبوهم الرمان لي فيكساج لي فروي سيك، عندهم يحفروا حاجه هكذا يعني سي بور غارد، يحفروا وين ولا في لي جارون اون تير كيما في القبائل الكبرى. دونك حنا لهنا عندنا اون فاصون كومون كونسيرفي بريزيرفي كونسيرفي لي شوز، يعني قبل ما يجي يناير في ذاك الوقت ما كناش الماع نتاع البورسلان، ولا عندهم الماع نتاع التين، عندهم المغارف تاع من المغارف جدد يوجدوهم باسكو تاع الحطب يخدموهم، تشفون يخدموهم. عادة ما يقترن يناير بالأكلات التقليدية والشعبية، وعلى غرار المناطق الأخرى من الوطن تتميز منطقة شنوا بطبق الخبيز أو المجير المكون أساسا من أعشاب برية ليكون عشاء ليلة يناير. نديروا المجير كما كتشوفي في المجير، المجير ثاني ها هو المجير، حتى المجير سي لاموف، لاموف يقولها بالرومية سي لاموف، الخبيز يقولها في العاصمة يقولها الخبيز، حنا في المنطقة تاعنا نقولها المجير، وبالرومية باش نفهم الناس سي لاموف. أمنسي سي لو 11، يعني يروح من 11 لو 12 لو 13، يعني واش عندنا كامل يروح على 3 أيام. دوك لو بروميي جور سكي امبورتون عندنا هادو، وفيها ثاني ما تنسيش باللي بون يتموا كلش يخبوا كلش، ونهار ولا بيومين يروحوا يدوا دراري يروحوا يديروا التحويصه كيما في الغابه، يعني كيكون الحال شباب كامل يدوا دراري باش يجيبوا الحلموش اللي ميختي، هما حبات صغار، كاين في الفيولي، كاين في لو بلون، كاين في لو نوار، والحلموش ثاني يجيبوا الحلموش، يجيبوا ساسنو سي لي زاربوز يقولوا لهم بالروميه، الساسنو الحلموش، يجيبوا البلوط تاع برا، يعني عندك دو جور ولا تخوا جور تاع لا بريباراسيون. في اليوم الموالي تقوم النسوة بتحضير طبق الكسكس بالدجاج وسبعة أنواع من الخضار الموسمية، ليلتف جميع أفراد العائلة حول قصعة الكسكس أو كما يسميه أهل المنطقة سكسو. عام تاع الشعير ولا تاع الابيض، بصح هو شن يفو يكون سردوك تاع برا، سردوك برا تاع برا، حتى علاش ما نقدروش نشرو دوكا كيما دوكا الناس على بالي سرادك ما كانش تاع برا يدو تاع البوشي ولا، مي زمان لا كانوا يربيوهم. لا تقتصر طقوس يناير على ليلة العشاء فحسب، بل هناك أصناف أخرى من الحلويات التقليدية أيضا، ومنها على سبيل المثال البغرير والأخفاف، في إشارة مقصودة ليكون العام الجديد خفيفا ومزدهرا. دوزيام جور نديرو ثاني نكملو لي غاليت وكاع بالعشبات وكامل
3 jours يعني سي 11 لو 12 لو 13 دونك مازال بغرير مازال سفنج مازال نبسس نتقبه نبسس هادو يروحوا حتى لثوازيام جور ثوازيام جور نكملوه نغلقوه بالسفنج الخفيف ما يقولوا باش يجي العام خفيف. وتجتمع العائلات في المساء لتبادل التهاني بحلول العام الجديد أسقواس مكاز وتناول العشاء في السهرة. الناس يعني وجدوا الماكلة للسهرة الجيني كاين ناس كبار وين ياكلوا الدراري ياكلوهم شويه بكري باسكو ما يسهروش. بالميناس لو سيمبول دو ناير دون لا ريجون دون نوتغ ريجون دون لا ريجون دو شنوا وهذا يجيبوه ثاني مع لي فروي اللي يجيبوه من الغابه وماشي ساهل باش تنحيه يعني في القلب تاع الجبل تجيبيه وتنحيه وكل واحد عنده إغنار حنا نقولوا بالقبيليه الشنويه نتاعنا إغنار ولا جمار ولا البالمينا بالروميه دونك هذا إغنار هذا الجمار البالمينا نجيبوه هذا شوفي هذا في التالي كامل كيكونوا قاعدين كامل هذه في لا جورني كيكونوا قاعدين دونك عندنا كاع واحد 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 وكل واحد يبدا نحي ولا حسب العدد الافراد فوالا نزيدوا شويه زاده باسكو كاين ضيوف اللي جو كاين زانفيتي دونك نبداو نقشروا باسكو فيه بزاف لي فاي نقشروا دونك كاين كي تلحقي للقلب باسكو كاين سوغ دو كور مي لو كور لقنا ستسليث مي هذيك هسليث ماشي كل واحد يلقاها دوك اللي عنده زهر يعني بزهر دوك نحي 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 حتى وين توصلي تلمو الناس لانهم يستناو في اسليث يستناو في العروسه يستناو في ذاك القلب يقول لك اللي لقى عنده يعني لاني تخرج لا شونسوز ولا راجل اللي لقى بالك مراه ولا المراه تلقى راجل يعني تزوجوا كامل دوك قشري 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 حتى وين تلقاياه اللي لقى راني نتاعو تخرج الله يبارك منوره كما يقولوا وثاني ما تنساش باللي البالمينا هذا يتخبى يخليوه في الخزانه حتى لاني سويفون لاني بروشين يعني تاع اللي تجي جديده ينحيوه يرميوه يرجعوا لو نوفو هذه بصح هذا هو يتقشى يخبوه هذا وي هما يكملوا يشوفوا لو كور كامل يخبيوه وحتى لاني بروشين ينحيوه يزيد واحد اخر مي هذا هو صح في منطقه شنوا سي لو سيمبول دناير لو بالمي سي سيمبول دناير دو نوتغ ريجون. الى جانب كل هذه الاطباق اللذيذه هناك الدراز وهو عباره عن خليط من كل انواع الفواكه الجافه تمر وتين جاف. المكسرات والحلويات تشتريها العائلات لتوزع على افرادها في سهرة يناير. طقوس متعددة والهدف منها هو استقبال سنة أمازيغية جديدة بكل ما هو حلو ولذيذ. وجدوا لذاري في سلة تعدوم ولا دي بتي ساشي يخدموهم مامي ساشي يخدموهم يخيطوهم سبيسيال مناير يعمروا لي ساشي هذوك سي سوغ دو دريس باسكو دريس دوكا فيه كلش مي حنا بكري كنشوف كاين البخسيس هذاك اليابس كاين التمر كاين بلوط كاين تشينا كاين مندارين دوك كاين حاجات اللي خصو سورتو سي لي فروي سيك لي فروي سيك اي لي فروي تاع الغابه هذوك هما لي صح دوك يعمروا بور لي زونفون دوك ان انفون كيروح يرقد يديروها له تحت المخده. صادف تواجدنا في تيبازا احياء الاذاعه المحليه للمدينه حفلا بالمناسبه حضره جمع غفير من العائلات استمتعت بالعديد من الوصلات الغنائيه لفنانين من المنطقه على راسهم فرقه الزرنا او حلاش باللهجه الشنويه. لتكون المناسبة فرصة للترويح عن النفس في يوم يرى فيه أبناء المنطقة أنه فسحة لإحياء العادات والتقاليد. يناير هو أيضا تلك العلاقة الحميمة والوطيدة بين الإنسان والأرض، فهو تقويم لبداية سنة فلاحية جديدة، لذلك فالمناسبة هي بمثابة وقفة للتأمل في حصيلة سنة منتهية وتدبير لأخرى قادمة يبدأ أهل تيبازا بنفس وأمل جديدين.
الناس يحتفلوا قلت لك في الاول باش يحميوا رواحهم من الانعكاسات تاع الطبيعه، لانه كانوا يؤمنوا بالطبيعه، كانوا كي يخدموا يحرثوا لازم تطيح الشتاء، اذا كان ما طاحش الشتاء ما يقدروش يخدموا، دونك لازم يديروا حوايج يصدقوهم باش هذاك العام يكون فيه شتاء، يكون مربوح، يكون كذا كذا. على هذيك بار اكزومبل يديروا الخفاف باش يكون الخفيف، على هذيك يعاودوا يبدلوا في الدار، يبدلوا الكانون تاع النار اللي كان محفور في الاخر باش ثاني تكون دار جديده ويكون عام جديد. دونك هذه من الاعتقادات اللي كانت يدولوها الناس في هذيك الوقت باش يعطيو قوه ويخليو الناس أكل تأمن باللي لازم يحتفلوا بينا. نلاحظوا بأن المؤسسات الجزائرية اللي كانت في يوم من الأيام أقصات هذا الاحتفال ولا هذا العادة المرتبطة بالهوية الأمازيغية، نشوفوا باللي اليوم فطنت وفي كل ربوع الجزائر رانا نسمعوا باللي مؤسسات تأخذ بعين الاعتبار هذا الاحتفال وتنظم احتفالات وتسمح للناس باش يتلايموا باش يتضمنوا حتى يجي نهار إن شاء الله، وربما من 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 المعقول باش يكون هذا النهار نتاع يناير نهار عطلة لكل الجزائريين، نهار شومي إي بي. لا يزال يناير حدثا مهما تحييه مناطق كثيرة من التراب الوطني من خلال عادات وتقاليد أصيلة، وإن سجلت بعض الاختلافات من منطقة إلى أخرى إلا أن الطقوس تكاد تكون مشتركة. الهدف الرئيس من الاحتفال هو المحافظة على التلاحم والترابط بين أفراد العائلة والمجتمع. هذه هي المناسبة ليك نحتفل ليك ناير، هذه هي أسقاس أمقاس الكيشنويين الكيشنويين أميني غسقس إلى التلفزيون نيو ميديا سيسا نيو ميديا نيوز اللي جات تعطينا مية اليوم باش تكوفري هاد ليفينمون. اي ونقول أسقس مقاس الكلي مازيغن يعني مازيغن كاع تاع لا بلانيت، نقول أسقس مقاس أذن لقاك الخير، أسقس مربوح، أسقس زعيم إن شاء الله. كي مازيغن أندما لنا أسقس نوندم قاز سيني غي شنوينا كذي شي الحين ذي تيبازان، أسقس نوندم قاز خلالا سيني غي مازيغن مرة ذي تموزغا ذاكي ذي ثمرتنا نغبرا نثمرت، أسقس ذا زعيمة خلال إن شاء الله يرضي ويلهنا أكذ الصحة أكذ الوقامة أسين مغافي ما أكذ مولاني أكذ كي مازيغن أندما لنا. سلام بشاديلي وسن الناير ذس غرا أيلين وريح الكولي مزيغن إفريقيا س المجموع أكد مزيغن النغ مزيغن الجزائر باش أسني الكول أنجم أنملاقا أنجم أنبضى أنجم أنفرح الكل جميع. أسقوزم غاز إن شاء الله الخير لهنا الجزائر دي مزيغن اندملان.